احكي مع اختي تكون عم تبكي، تصير بهدلني، بتقول لي انت انسان ما فينك شرف، انت انسان وانت انسان وانت انسان، ما بيهمك غير حالك، انت شوف شو عملت بامي، شوف شو عملت باخواتي، شوف شو عملت فينا. فتت على بيت اخوي لقيت كل الغرف مسكره، ما في حدا، بس غرفتي مفتوحه والشناتي كلياتها مطبوبه اغراضي واكياس مطبوبه محطوطه على جنب. خلي لك اغراضك بالغرفه يا اما روح على البيت بالضيعه. مسكر طبعا، ما خلاني احكي شيء. وقت رفيقتي قالت لي على مركز أمل إنه هي فيها تساعدني بأجار هذا البيت بالدفعة الأولية اللي هي يعني أضعاف الأجار، عرضت علي كمان إني أشتغل أنا أو ساعد بمركز أمل، إني أعلم طلاب أول شيء بالضيعة وبعدين بالمعهد. مركز أمل هو اللي ساعدني لحتى أطلع من هذا الظرف بعد الخيار الكبير اللي اخترته، اللي هو اني انا راح اترك عائلتي واقعد لحالي. ساعدني اني على الاقل اني بلش بداية جديدة، يكون عندي امل حتى اني ممكن لقدام يصير عندي فرص ومستقبل تاني. انا لو ما في مركز امل كنت هلا بلا شغل وما قدرت حتى اني يكون يعني كنت هلا هوملس وبلا اي شيء بحياتي، ما بعرف انا كنت مجمد بحياتي وما بعرف شو بدي اعمل.